يحتفل حجاج مملكة البحرين في المشاعر المقدسة بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث أدوا مناسك الركن الأعظم في عرفة ونفروا إلى مزدلفة، ثم وفدوا إلى مشعر منى لرمي الجمرات وسط أجواء من البهجة والطمأنينة بهذه الأيام المباركة. في مشهد عظيم، طلائع ضيوف الرحمن وقفت بكل تضرع على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، ورافق توفد مواكب ضيوف بيت الله الحرام إلى مزدلفة الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم الذين تابعوا توجه الحجاج إلى منى لرمي الجمرات عبر الطرق الفسيحة والأنفاق والجسور. ولحلول عيد الأضحى المبارك، توجهت قنصلية مملكة البحرين وبعثتها بالتهاني والتبريكات بهذا اليوم السعيد. أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه، ولسمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله، ولسمو الأمير سلمان بن حمد حفظه الله، وللشعب البحريني الكريم وللأمة العربية والإسلامية. لا يفوتني الحقيقة في هذه الفرصة أن أشكر قيادتنا الرشيدة على ما تقدمه من خدمات جليلة وتوجيهاتهم لنا بتوفير أفضل الخدمات لحجاجنا من المواطنين والمقيمين. وبين لفيف الحجيج وسط مخيمات جمعت مختلف الألوان والأجناس، تقدم حجاج المملكة بأطيب المعايدات لأهلهم وذويهم. نهني البحرين كلهم على بداية من الملك عسى عمره طويل، والأمير رئيس الوزراء وولي العهد الحبيب، كلهم إن شاء الله هنيهم بالعيد السعيد، وشعب البحرين الأبي. وأنا من خلال يعني لأول مرة أي الحاج أشوف هالإنجازات اللي سواها الملك سلمان ملك السعودية عسى الله عمره طويل، ما قصر صراحة، يعني ريح الحجاج للآخر. هنا يين غير دعواتنا حق أهالينا، دعواتنا حق البحرين إن الله يحفظها إن شاء الله، ويحفظ جنودنا البواسل، ويحفظ عاداتنا، ويحفظ أهلنا إن شاء الله كلهم، عيالنا كلهم، وقادم الحرمين الشريفين ما قصر عسى عمره طويل إن شاء الله، ويحفظ السعودية على الشيء اللي شفناه، شيء مبهر يعني، شيء ما له حدود يعني. لكن الحمد لله رب العالمين، شنحكي مهما نقول نقطة في بحر من الشيء اللي قاعد نشوفه. أنا أبي أشيد بالخطوات الإيجابية المتعلقة بالجهاز الأمني البحريني الذي رتب هذه الحشود بشكل ممتاز. أحب أن أهنئ شعب البحرين كافة بالقيادة وجميع الأهل والأصدقاء. أهنئ القيادة الرشيدة للبحرين، وأهنئ عموم الشعب والأهل خصوصا الوالدة وأخواني وجميع أصدقائي. موسم شهد 300 ألف جهد بشري سعودي في شتى مناسك الحج، جعل الحجاج يدخلون عيدهم دون أي عناء. كل عام ومملكتنا الغالية في أمن وفي استقرار، كل عام وقيادتنا الرشيدة في سمو ووقار، كل عام وأنتم أينما كنتم في محبة وازدهار. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف، مكة المكرمة.